نظمت أكاديمية الأوقاف لتدريب ندوة عن استراتيجية بناء الوعي بالتعاون مع المجلس الأعلى للإعلام. بالفعل واعتبر رئيس المجلس كرم جبر الندوة خطوة مهمة لإحداث حراك فكري يؤدي إلى رؤى مستنيرة في مختلف القضايا التي تمس المواطن والشارع المصري. قضية بناء الوعي الإيجابي وتهيئة مناخ فكري وسياسي وأدبي واجتماعي وثقافي، رؤية الدولة نحو بناء مستقبل أفضل من خلال فتح قنوات للحوار، تأكيد رئيس المجلس الأعلى للإعلام أثناء ندوة بناء الوعي التي أقيمت بأكاديمية الأوقاف للتدريب. طرحنا حاجات كثيرة جدا زي ازاي نتعامل مع الفضاء الإلكتروني بما يبثه من أفكار خاطئة ضد الأديان وضد التسامح وضد العقيدة الإسلامية. تحدثنا معهم عن المدارس وكيف نضمن تعليما ينمي الهوية الوطنية والهوية الدينية. في فكرة قضية الأديان والأوطان، يعني وهناك من حاول في فترة من الفترات أن يقول الأديان من يحب دينه وكأنه عدو الوطن، لا، من يحب دينه أيضا يحب وطنه ويقدس الأرض ويقدس العالم ويقدس النشيد وبيبقى مدافع قوي في ظهر بلده. عندما يكون هناك وحدة فهم في الأمور سواء الحياتية أو السياسية أو الدينية أو القانونية، أعتقد البشرية كلها تكون في منعة وفي حصانة من الوقوع في براثن جماعات الضلال والإرهاب والتطرف. أعتقد وحدة الفهم تستوجب علينا أن يكون هناك أئمة ودعاة من كافة الأقطار العربية حتى يتحقق وحدة فهم، لأنك لست بمعزل عن العالم كله. المشاركون بالندوة من علماء مصر ودولة السودان الشقيق أكدوا أن قضية صناعة الوعي وبناء الذاكرة الوطنية باتت محورية، وأن مصالح الأوطان من صميم مقاصد الأديان. لابد وأن يكون هناك تدريب وتوعية مستمرة لكل القائمين على العمل التوعوي، سواء كان الأئمة، المدرسين، الإعلاميين إلى غيرهم، لأن كل هؤلاء هم الذين يواجهون قضايا المجتمع وهم الذين يشكلون العقل المسلم والعقل البشري في هذه اللحظة. الحاجة إلى ترتيب أولويات القضايا وتوفير المدخلات الحقيقية والواقعية لتغيير مدى وعي المواطن بأهمية القضايا التي يجب معالجتها. ختام الندوة بتأكيدات المشاركين. من أكاديمية الأوقاف، وليد هيكل، التلفزيون المصري.